السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما بخير. النهاردة مع بعض هنعمل طريقة سمك المكاريل. طريقة سهلة وبسيطة جدا وطريقة مختلفة عن الاخرين. تعالوا معايا يا حبايب قلبي، يلا مع بعض نشوف المقادير والطريقة. بس عايزة اقول لكم قبل ما نروح، ما تنسونيش في اللايك والشير، ولو اول مرة تشوفوا القناة اضغطوا اشتراك عشان يوصلكم كل جديد. يلا بينا يا حبايب قلبي مع بعض نشوف الطريقة والمقادير. المقادير معانا يا حبايبي، عندنا يا بنات سمك تونة. ده سمك يا بنات تونة، عارفين السمك اللي بتعمل منه الرنجة؟ هي السمكة دي يا حبايب قلبي، دي يا بنات السمكة اللي بنعمل منها الرنج، اللي بتعمل منها الرنجة اللي احنا بنشتريها. شايفين البطارخ بتاعتها؟ ما شاء الله اهي، دي السمك بس احنا بنقول عليه سمك تونة، بس هي نفس السمكة اللي بتعمل بها الرنجة، الرنجة اللي احنا كلنا بنشتريها. شايفينها يا بنات؟ احنا جايبينها النهارده، انا جايباها طازه النهارده. هقليها الكيلو منها يا حبايب قلبي ب 30 جنيه يا بنات. البطارخ بتاعتها اهي، دي 1 كيلو معانا سمك تونه زي ما انتم شايفين، منضفاه وغسلاه كويس، غسلاه بخل وليمون، وزي ما انتم شايفين زي الفل كده. وعندنا هنا يا حبايب قلبي قرن شطه اخضر، ومعانا توم اخضر، ومعانا فصين توم عادي من التوم بتاعنا. ما فيش عندك توم اخضر زي برضو ما قلت برضو في الوصفه اللي قبل كده، عادي يبقى توم عادي، بس انا متوفر عندي توم اخضر بحبه استخدمه في الوصفات دي. ودايما يا بنات برضو اما تجيبوا توم، اما نيجي نخزن التوم بتاعنا طبعا بنبقى شاريينه اخضر، بيبقى فيه العنق الخضرة دي. العنق الخضرة دي جميلة جدا يا حبايبي، تجيبوها وتغسلوها وتعنوها في برطمانات او في برطمان كبير في الفريزر، تستخدموها في المحشي، في انواع الاسماك المقلية بتعملوا بها دقة السمك المشوي، جميلة جدا يا بنات، وبيبقى لها طعم ونكهة مختلفة. انا بعمله كده زي ما انتوا شايفين، بقوم اجيبه واخرطه وعينه في الفريزر لما بحتاجه لسمك مقلي، لسمك دقة سمك مشوي او لمحشي او اي حاجات من دي، بتبقى جميلة. وعندنا فصين توم زي ما انتوا شايفين ني، معانا هنا يا حبايب قلبي دقيق للقلي، ومعانا هنا معلقة ملح، معلقة بهارات سمك، معلقة كمون، معلقة صغيرة فلفل أسمر. أول حاجة يا حبايب قلبي، وعندنا هنا معلقتين خل كبار. أول حاجة يا حبايب قلبي هنعملها، هنجهز الدقة بتاعت السمك بتاعنا وارجع لكم تاني. ودي يا بنات التتبيله بتاعتنا جهزت معانا اهيت يا حبايبي. هنبتدي بقى نتبل السمك بتاعنا زي ما انتوا شايفين كده يا حبايب قلبي، ونحط في قلبه التتبيله. معلش انا بصور بايدي التانية عشان كده بشتغل بايدي، بايد واحده زي ما انتوا شايفين كده يا حبايب قلبي، من بره ومن جوه كده. ندخل التتبيله في السمك بتاعنا كده يا حبايب قلبي، التانيه كده من قلبها ومن بره ومن جوه. وانا يا بنات دايما بجزل السمك كده عشان يستوي كويس ويبقى مقرمش زي ما انتوا شايفين كده يا حبايبي. من جوه كده زي ما انتوا شايفين، ندخل الحشوه معلش بقى عشان انا بشتغل بايد واحده عشان كده مش واخده راحتي، معلش يا حبايبي. ندخل في قلبها كده يا بنات، ونجيب بقيه التتبيله بتاعتنا نحطها كلها كده على السمك، ونتبل بقى كله كده يا حبايبي. شايفين البطارخ يا بنات؟ البطارخ اهي معانا ما شاء الله، شايفينها اهي. هنتبلها كده كلها كده زي ما انتوا شايفين، هنسيبها بقى في التتبيله الجميله بتاعتنا دي يا حبايب قلبي قيمه ربع ساعه. هنسيبها ربع ساعه في التتبيله دي وارجع لكم تاني يا حبايبي. وده يا بنات السمك بتاعنا قعد ربع ساعه في التتبيله الجميله بتاعتنا. يلا بينا نبله بالدقيق عشان نروح على الزيت السخن على طول ونحمر. بسم الله، نبله كده يا حبايبي، نغلفه بالدقيق كده زي ما انتوا شايفين كده كده يا حبايب قلبي، ننفضها من الدقيق يا بنات كده. ما شاء الله يا بنات السمك ده جميل جدا، ده النوع بتاع الرنجة يا بنات زي ما قلت لكم، ده سمك
احنا بنقول تونة بس هو نفس السمك بتاع الرنجة. شوفوا انا بجزل السمك كده من ظهري يا حبايب عشان تستوى كويس وتبقى مقرمشة معانا. اهم حاجة يا حبايبي في السمك نتبله كويس. عندنا يا بنات البطارخ، شايفين يا حبايبي؟ طبعا كلكم عارفين البطارخ بقى بتاع ايه الرنجة، في ناس ما بتحبهاش وفي ما بيحب وفي ناس بتحبها. وكده السمك بتاعنا خلص معانا، يلا بينا نروح على الزيت السخن نحمر. وعندنا الطاسة على البوتاجاز يا بنات، على عين البوتاجاز والزيت سخن زي ما انتوا شايفين. هننزل بالسمك بتاعنا، احمر من تحت اهو يا بنات. ودي السمك بتاعنا يا بنات احمر معانا اهو يا حبايبي، هنبتدي نطلعه من الزيت. هخلص الكمية اللي معايا يا حبايب قلبي وارجع لكم تاني. وده يا بنات السمك بتاعنا الجميل جهز معانا زي ما انتوا شايفين يا حبايب قلبي. شايفين يا بنات السمك مقرمش وجميل ازاي؟ شوفوا اهم حاجه تجزلي السمكه كده من ظهرها، هتتحمر كويس وهتستوى كويس وهتبقى مقرمشه. وغير كده يا حبايب قلبي الزفاره اللي بتبقى في ظهر السمكه بتطلع. وده كان سمكنا النهارده، طريقه سمك التونه الجميل بتاعنا زي ما انتوا شايفين. وعملنا جنبه طبعا الرز والشعريه بتاعنا كالعاده يعني، وعملنا جنبه السلطه بتاعتنا الجميله، وعملنا جنبه هنا زي الحادق بتاعنا المخلل، ومعانا بصل اخضر. وده كانت وصفتنا النهارده، وصفه سهله وجميله، ويا رب يا رب تنال اعجابكم. وما تنسونيش بقى في اللايك والشير، ولو اول مره تشوف القناه اضغطوا اشتراك عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.